قبل ما نروح طبعا لتفاصيل وال يعني التحليل الفني للفتره الثالثه والرابعه، نروح لمحمد توفيق مراسلنا من ارض الملعب ولقاءات ما بعد اللقاء. اتفضل يا محمد. تحياتي ليك مره ثانيه كابتن هيثم وكل ضيوفك الكرام، الف مبروك فوز النادي الاهلي على نادي الجزيره وفي جيم 1 بنتيجه زي ما حضرتك قلت 90-56، واداء اكثر من رائع معانا بعد انتهاء المباراه كابتن طارق خيري المدير الفني للفريق. كابتن طارق يعني الف مبروك الفوز، وكمان في مكاسب كتير من المباراه يعني بجانب الفوز في المباراه، لكن النهارده روتيشن بشكل كبير جدا، كل اللاعبين تقريبا اخذوا وقت كبير في المباراه. كلمنا على المباراه وهل رد على اداء وتقييمك للمباراه بشكل عام. الله يبارك فيك. لا الحمد لله رب العالمين، يعني مش بنقول بنفصل، احنا الولاد كانوا رجاله، البنش كان روحه عاليه، الناس اللي جوه في الملعب على قد ما قدروا ان هم مركزين ان هم يكسبوا النهارده. الباسكت لعبه انت عارف يعني ممكن تبقى موفق وممكن ما فيش توفيق مع تغييرات كتير، ما بنحسبش السكور شكله عامل ازاي، المهم احنا عندنا انا كطارق بصفه خاصه لما بحس ان الجيم بدا يفتح ببقى خايف على لعيبتي، انا عندي 3 ماتشات فمحتاج ممكن الجيم اللي جاي يأزم، ابقى محتاج رنيم تاخد تايم اكبر، سلعاوي يعني الناس اللي بتبقى دايما شايله معاك، انما طالما بنعمل يبقى في فرصه ان احنا نعمل روتيشن على الكل، والكل حالته الفنيه نوعا ما عاليه، مفيش ازمات، مفيش دروب كبير، احنا بنمشي في الاتجاه دوت ان احنا تبقى مفيش حد مجهد، محدش يتعور، حتى يارا النهارده سبرين خفيف يعني احتمال ما كناش نلعبها، قلنا كانت ماشيه كويس في اول الجيم فخوفنا، فالدكتور قالت لا ممكن تلعب، كملت الكوارتر الرابع، فالحمد لله انا بشكرهم على اللي هم عملوه، يعني حاجه كويس، انا مبسوط. كابتن طارق انا بحييك على انك بتلعب بسيستم ثابت، يمكن حتى البوينت اللي زي ما بنقول في كل كوارتر انت ماشي بسيستم واحد، اول كوارتر 24 اللي بعده 25 اللي بعده 24، حتى في استقبال تقريبا الثلاث كوارترات الاولين اللي كان التشكيل فيهم ثابت تقريبا، استقبلنا في الكوارتر الثاني والثالث 9 نقط في كل كوارتر، يعني كلمنا عن نظام اللعب اللي انت بتتكلم عليه بتقول لهم ايه؟ لا احنا انا بتاع مستيك، يعني انا عندي مشكله في شخصيتي ان انا ما بعرفش اقول لرنيم انت جود جوب، بنقولها مره، انما انا دايما شايف الاخطاء، يعني دوري طول ما انا واقف مستيك، الباد هيلب، الوان ان وان، البوكس اوت، فدايما على مدار الجيم بيجي وقت ان انت في الكوارتر الثاني والثالث تقريبا احنا عاملين جود ديفنس، يعني جزيره ما خدش راحته قوي انه ياخد اوبشن، انت يعني حتى اللي بيشوط ما بيشوطش فاضي، حتى وعاملين عليها بعدها ترانزيشن اوفنس، ده دايما توجيهات المدربين من بره على ترانزيشن اوفنس ترانزيشن ديفنس، والتوفيق احنا بقول لك انا الحمد لله طول ما الجيم بيقدر يمشي والولاد مساعديني وبنعمل روتيشن وكلهم بيشجعوا بعض، لان هم فرقه الحمد لله متماسكين وبيحبوا بعض، فاحنا عاملين جو هم عاملين جو حلو قوي يودي المكسب او يودي للانجاز اللي هم عاملينه. شكرا كابتن طارق، بالتوفيق ان شاء الله في جيم 2 وجيم 3، وباذن الله نحسمها 3-0 باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله.